اول نقول مبروك للزمالك، نادي الزمالك النهارده على الرغم من سوء الاداء واستحواذ على الفاضي، لكن في النهايه التاريخ يذكر النتائج. مليون مبروك لنادي الزمالك، فوز مستحق، لعب الشوط الثاني وكان مسيطر، نسبه الاستحواذ وصلت الى 68 و67%. عبد الحميد بسيوني غاب تماما عن الشوط الثاني وان كان هناك بعض الهجمات على استحياء، ولكن مليون مبروك للزمالك. انا مش عايز اقول مبروك لكارديرون، ولكن عايز اقول مبروك للزمالك وجمهوره العظيم. كارديرون مدرب تعبان والزمالك معاه في التوهان. كارديرون مدرب تعبان والزمالك معاه في التوهان. وفيصل يستحق التحية والاحترام. أسامة فيصل أنقذ ماء الوجه لهذا المدرب الفرنسي الفاشل. يعني مدرب فاشل مع مردبة الشرف، ولكن الزمالك استطاع أن يهرب بثلاث نقاط من العيار الثقيل، هي مهمة في هذا الوقت من المنافسة. مدرب بقي بيمثل أكتر ما بيشتغل. مدرب بقي بيمثل أكتر ما بيشتغل، ولكن وإحنا بنقول مبروك للزمالك ولازم نبدأ بالمباركة للزمالك، السوشيال ميديا كلها تتحدث عن مشاركة سيف فاروق جعفر. يا ترى هذا المدرب الفاشل كارديرون ارتكب حماقة وأشرك لاعب موقوف؟ ده موضوع مهم جدا جدا جدا، ولكن لغاية ما يتجمعوا الأحباب والأصحاب بنتكلم مع بعضينا لغاية ما أقول لكم فصل الخطاب. مشاركة سيف فاروق جعفر قانونية ولا غير قانونية؟ أنا من وجهة نظري يا أخي أنت عملت تغيير زبالة. سيف الجزيري ما يخرجش من الملعب، يعني أنت مدرب كفتجي أقسم بالله العلي العظيم. سيف الجزيري ما يخرجش أبدا من الملعب، وإن كان أسامة فيصل جاب هدف ولكن ده لا يعني انك انت بتختلف وانك انت كفتاجي، وكان لازم تلعب بأسامة فيصل في وجود سيف الجزيري، كان هيفرق معاك كتير جدا. ولكن خلينا بس ندي الزمالك حقه، عشان ما نتكلمش في مشكلة سيف فاروق جعفر فيتقال ان احنا عايزين ننكد على الزملكاوية. الاول نبارك للزمالك الثلاث نقاط يستحقهم عن جدارة واستحقاق، ولكن كل الزملكاوية غاضبين من هذا المدرب الفاشل، كل الزملكاوية غاضبين من اللجنة التي تدير النادي الفاشلة، لجنة الفضائح، اللجنة اللي امبارح عملت كارثة، بتأجر النادي أفراح درجة ثالثة، وحاجة كارثية، وأوريكم الفيديو، حاجة يشيب لها الولدان. لجنة بتعمل أفراح في النادي عشان تعمل تنمية موارد، مش ناقص غير تجيب لب وتبيع لب وسداني علشان تنمي الموارد لنادي عظيم زي نادي الزمالك. مليون مبروك لنادي الزمالك رغم الآلام، مليون مبروك لنادي الزمالك رغم الصعاب، مليون مبروك الزمالك رغم الكوارث والأزمات، مليون مبروك لنادي الزمالك رغم كل ما يحاك بالنادي من القريب ومن البعيد. مليون مبروك لنادي الزمالك، فوز مستحق عن جدارة واستحقاق، ولكن مدرب فاشل لابد أن يحاسب، ولابد أن يبقى في وقفة معاه من الإدارة الجديدة، لأن هذه اللجنة خلاص قدامها ساعات وتتكل على الله. أنا كنت بدعم اللجنة دي لأن صالح الزمالك كان بيحتم علي أن ندعمها، ولكن بعد اللي حصل امبارح ويطلع واحد يقول لك استقلنا والتاني يقول لك ما استقلناش، سقطت من نظري بالثلث. النهارده ابراهيم عبد الله بيؤكد، قال لك احنا استقلنا، وقال لك الاخ حتى ما قالش المستشار هشام ابراهيم، الاخ اللي طلع قال ما استقلناش يسال عن كلامه، ولكن احنا استقلنا وانا اول المستقلين، فضح الدنيا تاني. فللاسف الشديد اهانوا الزمالك اهانه كبيره.